هالمرة رح نحكي عن شيء طبي بس إنجاز. طبعا بالحلقات السابقة حكينا عن مرحلة ترشح الدكتور شادي الخطيب ليكون واحد من الشخصيات العشرة الأكثر تميزا على مستوى العالم. مع انتهاء المسابقة حصل على جائزة على فئة الابتكار الطبي. اليوم بدنا نحكي عن هالإنجاز. أكيد نرحب بالدكتور شادي الخطيب رئيس جمعية الطب التكميلي. سعد صباحك. سعد صباحكم، الله ألف يعطيكم مبروك العافية. الله دكتور. يبارك فيك يا رب. أهلا ألف سهلا. مبروك لك الله يبارك دكتور، فيك. وكان هذا الشيء متوقع، ما نو غريب عن الله حضرتك. يسلمك. نرجع منذكر مع بعض بالمسابقة وشو كانت شروط التقدم لها. تمام. أول شيء الجي سي آي هي الغرفة الفتية الدولية، طبعا في العالمية وفي على المستوى الوطني ب 105 دول. هاي الغرف الفتية طبعا دورها الأساسي هو جمع الشباب اللي هن عندهم رغبة في تغيير مجتمعاتهم، أثر إيجابي لهم، أثر إيجابي في مجتمعاتهم. من هون من هالمنطلق نوجد شيء اسمه مسابقة سنوية للشباب العشر الأكثر تميزا على المستويات الوطنية في البداية بكل دولة من دول الأعضاء. بالغرفة الفتية بتشوف الشخصيات الشابة اللي هي عندها تأثيرات في المجتمعات، ومن ثم على المستوى العالمي بياخذوا كل هالناجحين، وفي لجان مختصة تقوم باختيار 20 شخص من أصل كل الناجحين على مستوى العالم من كل الغرف الفتية الوطنية. طبعا نحن الحمد لله تجاوزنا المرحلة وأنا نجحت من ضمن 20، ومن ثم المرحلة الأخيرة كانت مرحلة تصويت الجمهور اللي هي المرحلة الأخيرة لاختيار العشرة الأكثر تميزا على مستوى العالم. في عدة فئات، في فئة الابتكار الطبي، الإنجاز الشخصي، ريادة الأعمال، طبعا الفئة الأعمال الإنسانية. هاي الفئات طبعا المتعددة. بفئة الابتكار الطبي الحمد لله نحن حققنا التواجد من خلال يعني بعض الابتكارات والإبداعات وبراءات الاختراع اللي أنا حاصل عليها تم المشاركة فيها في هذه المسابقة. طب خبرنا عن أي موضوع اليوم فزت بالابتكار الطبي؟ تمام. نعرف دائما عندك شيء، يعني دائما الطب الأعشاب والطب التكميلي هو طب مغري لكل دول العالم، وخاصة تماماً. أنه سوريا غنية مثل ما دائما بتقول. تماما تماما. حقيقة يعني النقطة الأساسية هي الابتكارات الخاصة ب العلاج بالأعشاب الطبية مثل ما تفضلتي حضرتك. طبعا أنا مقدم شيء نحن بنسميه الترياق السوري لخلب المعادن الثقيلة من الجسم عن طريق نبات القرص عني، اللي هو نبات الحقيقة متوفر بالريف السوري بشكل كتير كبير، خاصة بريف مناطق الساحل. هذا النبات يستخدم بطبيعة الأحوال ضمن يعني الطبق التقليدي، خليني أقول كسلطة، أو مرات بيستخدموه يعني مع أعشاب تانية. السليق كمان يعني مشهور بالريف السوري كتير. الحقيقة نحن عملنا تجربة على استخدام هذا النبات، هو له شهرة يعني كبيرة جدا في مكافحة السموم. الحقيقة حتى الأشخاص اللي عادة بيصير في معهم لسعات مثلا أو يعني إصابات تسمم فبيستخدموا هذا النبات عادة للتداوي. بشكل تقليدي يعني للتداوي فيه. نحن قمنا بدراسة استخدامه بالزجاج في المخبر للتأكد أنه فعلا بيأثر بيخلب المعادن الثقيلة مثل الرصاص والكادميوم والزئبق والزرنيخ، وفعلا كان في له تأثير مهم جدا الحقيقة، بالإضافة إلى تأثيره سريريا. عملنا تجربة سريرية في تأثيراته لخفض المعادن الثقيلة. الحقيقة نحن عم نتعرض للمعادن الثقيلة بشكل يومي سواء عن طريق الملوثات أو عن طريق ممكن التلوث بالجو أو عن طريق الأغذية مرات. بالتالي استخدام القرص عني راح يكون له أثر بالغ مهم ومفيد للأشخاص اللي عندهم هذا النوع من التسمم، بالإضافة إلى تأثيره المنشط الكبد الحقيقة، وبالتالي هو بيساعد الجسم بالمبدأ اللي نحن بنسميه ديتوكس، اللي هو مبدأ تنظيف الجسم. وبالتالي نحن بإمكاننا نعتمد الديتوكس السوري اللي بيعتمد على القرص عني. وهذا الحقيقة البحث كان بإشراف الأستاذ دكتور محمد عصام حسن آغا والأستاذ دكتور عبد الحكيم نتوف من جامعة دمشق. بالنسبة لي يعني النوع الآخر اللي تم العمل عليه هو موضوع الصدفية الحقيقة، باستخدام مركبات موجودة عندنا طبيعية موجودة منتشرة بسوريا، اللي هي الملح الجبولي في سبخة الجبول اللي هي على طريق حلب من المنطقة الشرقية. صحيح. هاي السبخة تمام هي محمية الحقيقة، فيها
هذا الملح يعني المفيد جدا للبشرة طبعا بعد معالجته، وفي بالإضافة إلى استخدام البيلون أو ما يسمى بالطين الحلبي. هي هذا الطين أو التراب الحلبية طين مهم جدا، لازم تسليط الضوء عليه، له فعالية كتير كتير كبيرة للبشرة. طبعا نحن عملنا مستحضر من يعني من هالمركبين، هو بيشبه السكراب. تطبيقه خارجيا كان له تأثير مهم جدا في كمعقم، وبيساعدني الأشخاص اللي عم بيعانوا من مشاكل صدفية. طبعا كمان تم تجربته سريريا وكان فعلا نتائج مهمة، وهذا متوفر عنا في بلدنا. يعني احنا يعني دائما انا انطلاقي من اشياء متوفرة في البلد واللي هي غير مكلفة، صحيح. وبالتالي نحن ممكن استثمار. نحكي دكتور بس عن علاج الصدفية، هو علاج طويل ومكلف تماماً مرهق لكل ومرهق المرضى، ونحن عنا كثير الحقيقة يعني سبقنا بهذا الموضوع. خلينا نقول أقرب شيء بالأردن طين البحر الميت اليوم صار له شهرة طبعاً. عالمية، لأنه هن توجهوا بالنسبة لدراساته وعملوا مستحضرات متعددة منه. نحن عنا بسوريا الحقيقة يعني التراب الحلبية أو البيلون والملح الجبولي موجودين وممكن تحويلهم لمستحضرات وتصير لهم شهرة عالمية بشكل موازي لما تم العمل عليه بطين البحر الميت، اللي صار له مستحضرات سواء تجميل أو حتى مستحضرات علاجية منتشرة بشكل كتير كبير، وهذا كان توجه الحقيقة الثاني. بالإضافة أنه في قشور الفستق الحلبي، نحن اليوم بموسم فستق حلبي، القشر الخارجي اللي هو عادة يرمى، يعني نحن ما بنستخدمه لأنه نحن بنستخدم بالغذاء، بنستخدم فقط ثمرة الفستق الحلبي. القشر الخارجي بالإضافة إلى صمغ الشجرة، شفنا نحن أنه هون بيحتوي على كميات كبيرة من مركب نسميه فينيل بنتاسيديل اللي هو مركب فينولي، الحقيقة له تأثير مهم جدا على الليشمانيا. نحن بسوريا من فترة قبل الحرب يعني تخلصنا من الليشمانيا، ولكن عاد انتشار الليشمانيا وخاصة يعني مع ظروف الحرب الحقيقة انتشرت بشكل كتير كبير. وحبة حلب اللي معروفة باسم حبة حلب مسؤول عنها ليش طفيل الليشمانيا تروبيكا، الحقيقة هي اللي نحن عم نحكي عن الليشمانيا الجلدية. تم عمل تجربة بالزجاج بالمخبر على الطفيل المعزول لتقدير تأثير خلاصة الصمغ وقشور الفستق الحلبي على عيوشية الطفيلي. طبعا من خلال تطبيقه وصلنا لنتيجة حوالي يعني تأثيرات وصلت ل 66% نسبة يعني القضاء على الطفيلي، وهذا الشيء كان كتير مبشر. لما انتقلنا للمراحل السريرية الحقيقة بالتعاون مع وزارة الصحة في مديرية الصحة بحلب، وتم تجربة المستحضر بشكل داعم لعلاج الجلوكانتيم اللي هو مستخدم كحقن بالموضع، وفعلا وصلنا لنتائج مهمة جدا في تقليل الإنتان الثانوي وتقليل زيادة أو تسريع مدة الشفاء والقضاء المساعدة في القضاء على الطفيلي المسبب للآفة. نعم. يعني كمان دكتور خبرنا بعد حصولك على جائزة الابتكار الطبي، خلينا نقول هل ممكن يكون في مستقبل للمستحضرات الطبية العشبية السورية على مستوى العالم؟ اليوم عم نشوف انه سوريا غنية بكثير من الأعشاب غير دول ما عندها اياها، لانه في عنا تنوع بالتراب بعدة محافظات، كل محافظة مشهورة بالشيء كان يساعدها، اليوم نحن عم ناخده بشكل طبي، فهل ممكن انه يكون في مستقبل لهالمستحضرات عالميا؟ تمام. هلا الحقيقة لك شغلة كتير مهمة، نحن اليوم الترند العالمي متوجه باتجاه العلاج العشبي، سواء علاج نحن بنسميه كومبلمنتري اللي هو مكمل، او علاج الترناتيف اللي هو بديل، اللي هو ممكن يكون بمواقع معينه ممكن يكون بديل. لذلك يعني صار في عالميا شيء بنسميه كام اللي هو الكومبلمنتري الترناتيف ميديسن اللي هو الطب المعتمد على العلاجات الطبيعيه. الحقيقه اليوم بسوريا صار في توجه حلو، نحن بنشكر طبعا شركه سيريا للمنتجات الطبيعيه اللي عم تشتغل على هذا الموضوع بريف المناطق الساحليه لحتى نقدر ننقل هاي النباتات من موضوع بيعها بشكل خام لتقديم قيمة مضافة على هذا المستحضر ونقله عالميا. نضرب مثال بسيط كتير، مثلا نحن الكولاجين الذي يستخلص من طحالب بحرية سورية هو كولاجين مهم جدا، ممكن استفادة منه في علاج ويعني دعم البشرة ومنع الشيخوخة، مضاد أكسدة،
وما متوفر بشكل كتير كبير. بالإضافة إنه مثلاً دودة القز نحنا بيطلع منها بروتين بنسميه بروتين الحرير أو السيريسين، كمان هذا نحنا اشتغلنا عليه، ممكن عزله وإضافته للكريمات الجلدية وبالتالي بتساعد على إطالة عمر الخلية. طب نحنا متوفرين بين إيدينا، فينا نشتغل عليهم، بحاجة بس لتكاتف الجهود ونشتغل على هذا الموضوع بطريقة فعلاً نحوله لمنتج مثل ما قلتي، وهذا الهدف الحقيقة اللي عم نشتغل عليه حالياً بشكل بشغف كبير. الهدف انه نحول هاي المنتجات العشبيه لمنتجات صيدلانيه يمكن تسويقها بكل دول العالم ووفق المعايير. نحن ممكن يكون ببلدنا بحاجه الى بعض الرتوشات، يعني نحن بدنا مثلا شهاده العضوي او الاورجانيك، هي بحاجه انه نحن نشغل عليها لانه المنتجات برا لتنباع لازم تكون حاصله على تمام شهاده الاورجانيك. نحن عندنا معظم الزراعات خليني اقول اللي العلاقه بالنباتات الطبيه هي يعني هي موجوده ولكن ما بيستخدموا فيها كثير اسمده وهيك، وبالتالي هي طبيعه الاحوال اورجانيك، ولكن بدها شهاده لحتى توثق هذا العمل. في شهادات العلاقه بجوده خليني اقول تحضير المنتجات اللي هي بنسميها جي اي بي كمان بحاجه لها. فاذا اليوم اذا بنطلع على تجارب الدول الثانيه مثلا الصين كيف اطرت صناعه وزراعة الشاي الأخضر الصيني وصلته لكل دول العالم، نحن بحاجة لجهود يعني مشابهة. ما ننسى أنه نحن عندنا مثلا بالريف السوري نبات الزوبع منتشر بكميات كبيرة جدا، عندنا السماق السوري رائع جدا، الكمون السوري له حضور عالمي يعني، واليانسون السوري، وهناك أيضا هي نباتات اللي طبعا على شكل محاصيل. للأسف نحن فقدنا البابوناج، صرنا نستورد البابوناج مثلا من مصر، اليوم نحن نستورد البابوناج من مصر. خزامة بينتج عندنا خزامة رائع جدا، نحن كميات خزامة اللي بتنتج، ولكن للأسف ما في توجه لزراعتها. فبالتالي نحن اليوم العمل مع الجهات يعني ذات الاهتمام لحتى نوصل فعلا لإمكانية زراعة هي النباتات الطبية بشكل مستهدف وتحويلها إلى منتجات تحتوي على الشهادات المرفقة اللي ممكن تساعدها عالميا. والحقيقة هي محاصيل بديلة، وبالتالي ما عندنا مشكلة بالأمن الغذائي، يعني احنا ما رح نأثر على الأمن الغذائي، نحن بهالمحصول لما بيصير في عملية توريده بس بيوفر قطع أجنبي للبلد وبيوفر إمكانيات للفلاحين بهالطريقة. نعم. أكيد بدنا نتشكرك دكتور، وأكيد مبارك لك مرة ثانية اللي هو نجاح لكل السوريين، إذا بدنا نقول كل التوفيق لك بكل مشاريعك الجاي. كل الشكر لكم والشكر لكل من دعم بعملية التصويت والترشيح، يعطيكم العافية. كل الشكر لك وبالتوفيق، إن شاء الله هيك منشوف فعلا احتواء للطب الأعشاب أو الطب التكميلي حتى يكون فعلا بكافة الجهود الخاصة والحكومية مؤطر بشكل يليق بالأعشاب السورية لتكون عالمية أيضا. شكرا لك. شكرا لكم.